رغم المراهنات على تدهور الوضع الأمني في محافظة نينوى، إلا أن الجهود الأمنية المبذولة أثبتت عكس ذلك بسلسلة عمليات استباقية كللتها بنجاح ميداني. ألحق تنظيم داعش خسائر كبيرة في جميع المحاور، ختمت بعملية نوعية في جبال بادوش شمال غرب مدينة الموصل. احنا الآن في مرتفعات بادوش شمال مدينة الموصل. كانت عندنا معلومات استخبارية عن أنفاق، فعلا عثرنا على الأنفاق قسم تم تدميرها بمن فيها بواسطة طائرات الأباتشي، والقسم الآخر الهندسة العسكرية تولت تدميرها. هذه عملياتنا الاستباقية مستمرة. أكثر من 20 وكر ونفق أنشأه تنظيم داعش ليكون محط انطلاقته لتنفيذ عمليات إرهابية خاطفة. استطاع الجهد الهندسي تدمير جزء منه، ونال طيران التحالف جزءا آخر بقصفه تلك المواقع. وجدنا عدد من الأنفاق تم تدمير قسم منها بواسطة كتيبة هندسة بيدال الفرقة، والقسم الآخر بواسطة طائرات التحالف الأباتشي. سلسلة جبلية تمتد لمسافة 20 كيلومتر مربع بتضاريس وعرة، اختارها التنظيم لصعوبة الوصول إليها وصعوبة ردمها وتدميرها. أثمرت العمليات الأخيرة عن قتل العناصر الإرهابية التي اتخذتها مخبأ لها. كل طلعة، كل مداهمة، يعني أوضح لك أكثر، كل مداهمة يعني من يعني حتى يتجاوز العدد 10 أنفاق، زين يعني يتجاوز العدد 10 أنفاق، 7 8 يعني بهيك، زين تفجيرهم بالكامل، وأكثر الأنفاق يعني عناصرها بداخلها يتحاصرون بداخلها، يعني ما يحس إلا هو القوات الأمنية على رأسه. العمليات الاستباقية ودورها برد أي خطر يهدد الأمن قبل وقوعه، غايتها عدم إعطاء تنظيم داعش فرصة ترتيب أوراقه بعد أن خسر الأرض التي يحاول أن يجعلها له موطئ قدم من جديد. من سلسلة جبال بادوش في منطقة العلان شمال غرب مدينة الموصل، أحمد حديد، قناة الرشيد الفضائية.